الغرض من هذه الندوة هو إثارة أحد المواضيع المرتبطة بالقانون الاجتماعي أو قانون الأسرة. طبعا هو واحد من المواضيع المتعلقة بهذا المجال، مما أظن أنه يحتاج إلى تعديل ويحتاج إلى إعادة نظر في إطار المتغيرات التي عرفها المجتمع، خصوصا أننا نحن ما زلنا نعيش على مدونة الأسرة التي صيغت 2004، من 2004 إلى 2019. طبعا هناك متغيرات كثيرة، فضلا على أن ما في هذه المدونة بحد ذاتها، ولو أنها قبل 15 سنة، إلا أنها لم تنل حظها من التفعيل ومن التنزيل، كما هو الحال بالموضوع الذي نناقشه اليوم، وهو موضوع الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية. هناك فصل واضح، الفصل 49 من مدونة الأسرة، الذي يتحدث عن حق الزوجة في اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية عند الطلاق أو عند وفاة الزوج، ولكن عند التنزيل هناك اختلافات كثيرة، سواء بين المحاكم والقضاة الذين يتناولون هذا الموضوع. هناك غموض في تنزيل هذا النص، هل العمل الزوجي داخل البيت يعتبر داخل هذا العمل أو لا يعتبر داخل هذا العمل؟ اختلفت المحاكم في تقدير ذلك. نحتاج إلى قوة أكثر في تنزيل هذا النص إلى نص قانوني واضح يحقق المقصد الذي نرومه جميعا، وهو تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن جنسهم، ذكران كانوا أم إناثا، لأن هذا هو المعنى الحقيقي لتنزيل المواطنة. الندوة اليوم كتنظمها جامعة حقوق وعدالة بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي والسفارة السويسرية بالمغرب. الأساس ديالها كيجي في إطار برنامج متكامل اللي كتشتغل عليه جامعة حقوق وعدالة منذ 2016 في ما يسمى بتعزيز المساواة أو نظام المساواة بين الجنسين في نظام القضاء المغربي. هذا البرنامج اشتغلت عليه من خلال عدد من الدورات التدريبية وقوافي العدالة في إطار مركز الاستماع التابع للجمعية، كما أنها أنجزت دراسات، 5 دراسات في مواضيع عديدة، من ضمنها الموضوع ديال تقسيم الممتلكات أو تقسيم الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج. ومن بعد ما تنجزوا هاد الدراسات ارتأينا على أنه نخصص في سنة 2019 في إطار بالخطة العامة، نخصص ندوات اللي كان دعوا لها عدد من المهتمين والحقوقيين الفاعلين في الميدان أو المهتمين بالموضوع. اليوم حاولنا على أنه يكونوا متدخلين من بلدان مختلفة، سواء بلدان اللي كان اعتمدوا في جزء من تشريعاتنا أو القوانين ديالنا عليها، اللي هي مثلا فرنسا اللي حضرنا فيها ودعينا لها الأستاذة لوي كرونادو اللي هي محامية فرنسية متخصصة في الميدان الحقوقي خاصة حقوق النساء، أو دول اللي كنعتبروا في دول الجوار اللي كنعتبروا على أنها رائدة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والمساواة.